مساء سعيد أعزائي التلاميذ وتلاميذات السنة الأولى ثانوي علوم. سنتناول في هذه الحصة وفي مكون علوم اللغة ظاهرة بلاغية، وهي ظاهرة الطباق والمقابلة. سنخصص الجزء الأول للتعرف على ما المقصود بالطباق، وفي جزء لاحق سنتعرف على ما المقصود بالمقابلة. لنتعرف على المفهوم أو مفهوم الطباق، وليساعدنا هذا الأمر سنحدد جدولا كجدول توضيحي نحدد فيه مفهوم الطباق. في هذا الجدول كما ترون هناك ثلاث خانات. الخانة الأولى قمنا ب اختيار بعض الجمل لكي نستخرج منها الطباق، ثم خانة موالية سنتعرف عليها على نوع الطباق. في الآية القرآنية اخترنا كجملة أولى آية قرآنية قوله تعالى من سورة الكهف الآية 18 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فما الملاحظ في هذه الآية القرآنية؟ الملاحظ أن هذه القرآنية يوجد اللفظ أيقاظ من معنى اليقظة ولا نوم، ولفظ رقود ومعنى ذلك النوم العميق. فالملاحظ في هذه الآية في هذا التركيب هناك لفظ وضده، هذا اللفظ وضده لا يوجد أي بينهما أي نوع من أنواع الاتفاق، لا يوجد حروف نفسها. وفي نفس الوقت إذا عدنا إلى المعجم سنشهد على أن لفظة أيقاظ تدخل في علاقة تضاد مع لفظة رقود، لذلك سنكتب في خانة الطباق لفظ أيقاظ والذي يدخل في علاقة تضاد مع لفظ رقود. هذا يعني بأن الطباق هو الجمع بين لفظتين متضادتين. إذن ما المقصود بالطباق؟ هو الجمع بين لفظتين متضادتين، لذلك أوردنا في خانة الطباق اللفظ أيقاظ والذي يدخل في علاقة تضاد مع لفظ رقود. إذن ما نوع هذا الطباق؟ الطباق نوعان، هناك نوع أول سنتعرف عليه الآن ونوع ثاني سنأتي إليه لاحقا. النوع الأول هو الإيجاب، طباق الإيجاب. فما المقصود بطباق الإيجاب؟ طباق الإيجاب وكما جاء في المثال الأول هناك لفظ أيقاظا والذي يدخل في علاقة تضاد مع لفظ رقود. إذن هناك ماذا؟ جمع بين في الكلام بين اللفظ وضده. إذن طباق الإيجاب يكون في الجمع بين اللفظ وضده، وكمثال على ذلك أيقاظ والذي يدخل في علاقة تضاد مع لفظ رقود. لنعود إلى المثال الثاني. في الجملة التالية وكما ترون على السبورة على البشرية إحلال التسامح مكان التعصب. الملاحظ أيضا أن في هذه الجملة كلمة تسامح أو لفظ تسامح، التسامح بمعنى التعايش والالتحام وكل ما هو قيمة نبيلة ورفيعة وسامية، ولفظ التعصب، التعصب هو ذاك الخلق الذميم. إذن لدينا خلق رفيع ويقابله أو يدخل في علاقة تضاد معه لفظ ذميم اللي هو لفظ التعصب. إذن الملاحظ أيضا أن في هذه الجملة طباق، ونوع هذا الطباق أيضا هو طباق الإيجاب كما ورد في المثال الأول. لماذا طباق الإيجاب؟ لأن في هذا المثال هناك جمع، في هذا التركيب هناك جمع ما بين اللفظ وضده. إذن في خانة الطباق سنكتب التسامح والذي سيدخل في علاقة تضاد مع لفظ التعصب، وكما قلنا قبيل قليل أن هذا النوع من الطباق نسميه طباق الإيجاب. إذا نعيد الفكرة أو القاعدة الجزئية. ما المقصود بالطباق؟ الطباق هو الجمع بين لفظتين متضادتين في الكلام، وهناك نوع من أنواع الطباق وتعرفنا عليه قبيل قليل وهو طباق الإيجاب، ويكون طباق الإيجاب
في اللفظ وضده، وأعطينا مثالا وهو المثال الذي اشتغلنا عليه قبيل قليل، كما هو في المثال الثاني التعصب يعني يدخل في علاقة تضاد مع لفظة التسامح. إذا عدنا إلى المثال الموالي في سورة النساء الآية 108 يقول سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ما الملاحظ في هذه العبارة؟ الملاحظ أن هناك أيضا لفظة تتكرر مرتين، غير أن هذه هي عبارة في الحقيقة عبارة يستخفون من الخوف، يعني هناك من يخاف من الناس ولا يخاف من الله عز وجل. إذا هذه العبارة كررت أو ذكرت مرتين، المرة الأولى أثبتت في حالة إثبات، والمرة الثانية أثبتت في حالة أو ذكرت في حالة نفي، لأن ما سبقها أداة نفي. إذا هناك أيضا طباق في هذا المثال، يستخفون ولا يستخفون، إذا هذا أيضا طباق. نكتب أولا يستخفون، يدخل في علاقة تضاد طبعا مع عبارة لا يستخفون. إذا هل هذا طباق إيجاب؟ إذا عدنا إلى التعريف السابق لن نجد بأنه طباق إيجاب. لماذا؟ لأن طباق الإيجاب هو ما يحمل، هو تلك الجملة التي تحمل لفظة وضده، بمعنى أننا إذا عدنا إلى المعجم سنشهد بأن هذا اللفظ يحمل يعني دلالة مغايرة أو تدخل في علاقة تضاد مع لفظ آخر. بينما يستخفون، فيستخفون هي نفس العبارة، نفس العبارة، مرة نجدها تحمل نفس الحروف، مرة نجدها في حالة الإثبات ومرة نجدها في حالة النفي. هذا النوع من الطباق ندعوه بطباق السلب. إذا ما المقصود بطباق السلب؟ اللي هو النوع الثاني من الطباق، طباق السلب، وهو أن نشهد في أو يكون هذا الطباق عفوا في الجملة أو في الكلام، بحيث أنه يكون في اللفظة الواحدة مرة في حالة الإثبات ومرة في حالة النفي. وكمثال على ذلك يستخفون، والتي تدخل في علاقة تضاد مع عبارة لا يستخفون. وإذا عدنا إلى المثال الأخير يجب أن نسعى للتضامن لا أن نسعى للفرقة، سنشهد أيضا أن هذه الجملة تتضمن طباقا. أول طباق سنتعرف عليه وهو والمتمثل في أن نسعى لا أن نسعى. ما الملاحظ في هذا الطباق؟ أننا نشهد عبارة أن نسعى الأولى موجودة في حالة الإثبات، لا أن نسعى موجودة في حالة النفي. إذن هذا طباق، نكتب أن نسعى والتي تدخل في علاقة تضاد مع عبارة لا أن نسعى. وكما تعرفنا قبل قليل على أن هذا النوع من الطباق ندعوه بطباق السلب. هذه الجملة أيضا تتضمن نوعا آخر من الطباق، حيث أننا نشهد في هذه العبارة أن هناك لفظة تضامن تدخل في علاقة تضاد مع لفظة الفرقة. التضامن بمعنى التلاحم، كل ما يؤدي إلى التوضيط وإلى التلاحم يدخل في علاقة تضاد مع كلمات الفرقة. إذا لدينا التضامن والذي يدخل في علاقة تضاد مع لفظة الفرقة. الملاحظ هنا أن هذه العبارة تتضمن طباقين، طباق أول يتمثل في أن نسعى لا أن نسعى وهو طباق السلب، وطباق آخر يتمثل في لفظة التضامن والتي تدخل في علاقة تضاد مع لفظة الفرقة. وهذا النوع من الطباق كما سبق وأن أشرنا إلى هذا النوع سالفا اللي هو طباق الإيجاب. إذن كتجميع لهذه القاعدة، الطباق ما هو؟ الطباق هو جمع بين لفظتين متضادتين، وهو نوعان، طباق الإيجاب ويكون في اللفظ وضده، مثال أيقاداً رقود، وطباق السلب ويكون في اللفظ الواحد
مرة في حالة الإثبات ومرة في حال النفي، مثال يستخفون لا يستخفون أو أن نسعى لا أن نسعى. وفي الجزء الثاني سنتعرف على ما المقصود بالمقابلة. بالنسبة للجزء الثاني والمخصص للمقابلة باعتبارها ظاهرة أيضا بلاغية كظاهرة الطباق، وكلاهما يفيدان تحسين وتزيين الكلام أو وظيفتهما تحسين وتزيين الكلام. كما قلنا قبيل قليل أننا سنستعين بآخر جملة وضفناها في الجزء الأول المخصص للطباق، وهي العبارة الموالية: يجب أن نسعى للتضامن لا أن نسعى للفرقة. ماذا قلنا قبيل قليل ونحن نتحدث عن الطباق؟ قلنا بأن هذه الجملة تتضمن طباقين أو طباقا بنوعين. الطباق الأول يعني هو طباق السلب، نسأل نسعى لا أن نسعى، وطباق ثاني اللي هو طباق الإيجاب والمتمثل في لفظة التضامن والتي تدخل في علاقة التضاد مع لفظة الفرقة. إذن الملاحظ هنا في هذا التركيب أن هناك توظيف لمعنيين متتابعين، معنيين متتابعين ألفاظهما متضادة على التوالي. فعبارة أن نسعى تقابلها عبارة لا أن نسعى وتدخل بينهما علاقة تضاد، ولفظة التضامن تدخل في علاقة تضاد مع لفظة الفرقة. إذن أن نسعى تقابلها لا أن نسعى، التضامن تقابلها الفرقة. هذا النوع أو هاته الظاهرة البلاغية ندعوها بالمقابلة. إذن ما المقصود بالمقابلة؟ المقابلة وهو الإتيان بمعنيين متتابعين أو أكثر بين قوسين ألفاظهما متضادة على التوالي. يجب أن يكون هناك ترتيب وهذه الألفاظ يعني مرتبة وبشكل متتالي. لنأخذ جملة أخرى، سنختار يعني جملة نوظفها كثيرا في أدعيتنا، مثلا جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الملاحظ في هذه العبارة؟ هذه العبارة تتجزأ إلى جزئين، جملة واحد وجملة اثنان. هاته الجملتين كلاهما ينقسمان أو يتفرعان إلى عناصر. الجملة الأولى تتضمن عنصرا أولا وعنصرا ثانيا اللي هو حرف الباء، وعنصر ثالث اللي هي بالمعروف. نفس هذه العناصر، ولاحظوا أنها بالتوالي على التوالي، أن الجملة اثنان تتضمن أيضا العنصر واحد والعنصر الثاني اللي هي حرف الجر عن، والعنصر الثالث عن المنكر. إذا لاحظوا أن هذه العناصر كل عنصر في الجملة الأولى إلا ويقابل العنصر الأول في الجملة الثانية، الأمر والنهي. أليست بينهما علاقة تضاد؟ نعم بينهما علاقة تضاد. نفس الشيء بالنسبة للعنصر الثاني في الجملة الأولى والعنصر الثاني في الجملة الثانية، الباء وعن تدخل بينهما أو تربط بينهما علاقة تضاد. نفس الشيء بالنسبة للجملة اللفظ الثالث أو العنصر الثالث، المعروف يدخل في علاقة تضاد مع لفظة المنكر. إذن هذا النوع من الظواهر البلاغية ندعوها بالمقابلة. وربما سأعطيكم مثالا آخر وأخير، مثال ندرجه يعني في الخطاط التوضيحية، مثال يصعد المرتفع ببطء، أكيد ببطء، وينزل المنخفض بسرعة. إذن جملة واحدة بينهما فاصلة، جملة الأولى والجملة الثانية عبارة واحدة عفوا،
جملة أولى وجملة ثانية، كل جملة إلا وتتكون من عناصر، عنصر واحد، عنصر اثنان، عنصر ثلاثة. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية، عنصر واحد، عنصر اثنان، وعنصر ثلاثة. العنصر الأول يدخل في علاقة يقابله، يعني يدخل في علاقة تضاد مع العنصر الأول في الجملة الثانية، يصعد يقابله ينزل، المرتفع يقابله المنخفض، أعتذر، وببطء يقابله بسرعة. وهكذا نكون قد تعرفنا في هذه الحصة على ظاهرة بلاغية، الطباق والمقابلة، وهي من الظواهر التي تفيد تحسين وتزيين الكلام. وشكرا على الانتباه.